ياسمين قومي افتحي الباب. لا يا بنت قومي افتحي. هو انا كل مره انا اللي افتح؟ ما تخلي ماما وماما يخلفوا عيل تاني نبدل مع بعض الفتح الباب بقى. هنبقى نكلمهم في الموضوع دوت يتبنوا لك عيل ولا اتنين، وبرده انت اللي هتقومي تفتحي الباب. يلا قومي افتحيه. قومي. معلش عمتك مجنونه. صباح الخير. صباح الخير. منزل الاستاذه هنا يا السيد اللوحي؟ ايوه. معايا جو من امريكا. ده الماما. من امريكا؟ عاوزين حلاوه الهجيه. معاكي فلوس؟ خد اتفضل. شكرين. معاكي فلوس؟ يبع جنيه؟ ليه وانا جايب لكم الجواب من اول فيصل؟ انت ليه محسسني اني رحت امريكا مشي ورجعت بالتوك توك؟ ما تحمد ربنا على يبع جنيه وشي وضهري. الحمد لله. كنت في انتظاره على احر من الجمر. دول اكيدي 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 من كل القرايب بتوعنا اللي موجودين في كل انحاءات امريكا. اللي اتشتتوا بعد حرب امبابه. الحلم الامريكي سوف يتحقق. حلم امريكي؟ خير الله ما اجعله خير يا رانيا. هاتي ابعته لام سيد، ما هي فسرت لي الحلم اللي شفت فيه عادل ابني وهو في حفره، كان بعديها باسبوع كان متجوزك. ايه البلديون اللي بتقوليه ده؟ سيبك منهم، دول مجانين. كملي يا حبيبتي طمنيني. هلو جود مورنينج مسز رانيا، وي ار ذا انترناشونال. يا مامي مامي مامي، عارفه مضمون الجواب ده ايه؟ مضمونه ايه بقى يا ست رانيا؟ افتي افتي يا اختي. دي هيئه المجتمعات القمريه اخيرا وافقوا على انضمامي والتحاقي ليهم. مش دي اللي مكانها في نيوجيرسي؟ ايوه يا مامي، من عصر كنت بعت لهم جواب طلبت منهم ان انا انضم ليهم في توزيع الاراضي القمريه وبيعها. يا نهار ابيض، هيخصخصوا القمر؟ هو فكر الخصخصه وصل لغايه القمر؟ هما لما يبيعوا القمر بقى الدنيا هتبقى ضلمه؟ ياي ياي، مش معقول، انتوا جهلانين، مش طبيعي جهل. لما سيبك منهم، دول متغازين. يا مامي انا كده اصبحت مندوبه الشركه في مصر والوطن العربي. رانيا انت رايحه تبيعي القمر؟ طب احتياطي، خدي معاكي معجون حلاقه ومشط وفلايات وسبح. واللي مش هيشتري القمر يشتري الحاجات دي، ونسبتك برضو ماشيه. عمركم ما هتفهموا، عمركم ما هتتطوروا، هتفضلوا باصين تحت رجليكم كده على كوكب الارض الحقير. ولعلمكم نهايتكم سودا وطين، يا اما هتبقى تحت نفق مظلم، يا اما فوق كوبري مشاه متصدع، يا اما في مترو الانفاق والنور مقطوع عليكم وهو بالمره نخلص منكم. ولعلمكم بقى الارض بتنهار، الصخور بتتفتت، الجدار بتتنسف، المياه في الاجواف بتقل، السطوح هتقع فوق دماغكم ونخلص منكم. يا لهوي، هي القيامة هتقوم؟ حبيبتي انتي كده خضتيني خالص. يعني انا عايزه اعرف دي كل اهتماماتك في البيئات؟ لا يا مامي، الفكره كلها ان انا لو عرفت اسوق 10 قطع قمريه هيبقى ليا قطعتين متميزتين كبونص في اي مكان انا عايزاه. واو، اوكي اوكي حبيبتي بقى، لو انتي يعني شايفه ان ذاتك وطموحاتك هتكتر اكتر في القمر، انا ما عنديش مانع تطلعي القمر. يا رانيا ازيك؟ ايه قاعده بتعملي ايه؟ لا ما انا ما قلتلكش، مش انا اتعينت في هيئه المجتمعات القمريه الامريكيه لتقسيم اراضي القمر. اتعينتي يعني اتوظفتي من غير ما تاخدي رايي؟ ازاي الكلام ده؟ والبيت يا هاني؟ يعني ما ده مش هياثر على شغل البيت. ازاي يعني هتروحي امريكا الصبح وبعدين ترجعي على الساعه 2 الظهر تعملي الاكل؟ طب وياسمين؟ مين هيذاكر لياسمين؟ لا يا حبيبي، ما هو انا كل شغلي هيبقى هنا من جوه البيت من اوضه نومي. اصل انا كل اللي مطلوب مني ان انا ابيع 10 قطع اراضي على القمر لسكاننا هنا، هوت في مصر هنا، وهيبقى ليا ايه قطعتين ارض بونص. يعني ايه ده؟ هيبنوا فوق القمر؟ هو القمر دخل كردون مباني؟ لا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت نايم يا استاذ. ماركو فانيلي مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيله، فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخليه اول من اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجه ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخليه ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شويه اسئله يا ريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي أنتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟
انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرى ايه يا عادل؟ الساعه ايه محدد انت قوي؟ اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محاره وحلوق وهم يشطبوا؟ بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني هنبقى قاعدين على القمر واهالينا هيبقوا قاعدين على الارض، فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكرو باص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر على اللي هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام، بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد اللي العناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية، ممكن نوع من على القمر. يا جماعة بغض النظر عن رأيكم أو رأي في رانيا إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعناية وما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقولكوا يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا يعني انا افهم من الكلام ده يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الظهر؟ انت بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس يلا. صح يا دولا. يعني احنا كده هنقفل البازار ده ونص يوم بس. انا عندي مقترحات، ان احنا نصفي كل الممتلكات بتاعتنا هنا على الارض وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري، عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني ايه انترست ده يا دولا؟ غبي انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين. بالظبط يا جماعه، وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل. كل واحد هيعمل إيه؟